تعزيز قدرة الشباب على التواصل فيما بينهم وحماية كوكبنا من التلوث البيئي وعملية التكيف والصمود بالكرة السمراء أهداف ثلاث تضمنتها مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي تم إطلاق منصتها لاستقبال خطط المشروعات الخضراء بحضور وزراء التعاون الدولي والبيئة والاتصالات، والتي سيتم إعلان القائمة الفائزة لعرض تجربتها خلال مؤتمر المناخ كوب 27 المنتظر إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. مبادرة جديدة، أحد مبادرات كوب 27 خاصة بالدعوة دولية لمسابقة دولية للابتكار للمشروعات ريادة الأعمال وأيضا الفن الديجيتال أو الإلكتروني. الشباب حول العالم يقدر أنه هو يساهم في تحديات قضية المناخ، طبعا في تركيز على القارة الأفريقية لأن في جائزة خاصة بمشروعات من القارة الأفريقية، معنا شركاء مختلفين، الدولة المصرية مع شركاء التنمية كله مهتم بحلول مبتكرة للتغلب على المناخ. هذه المسابقة العالمية هدفها أو بتشتغل على ثلاث حاجات: واحد، دمج بعد التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات في ملف تغير المناخ، وأنا أعتقد أن ده أول مرة بيحدث الحقيقة بدعم من معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اتنين، أن احنا بنسمح بهذه الأفكار أن هي تتداول قضية تغير المناخ من حيث التخفيف والتكيف. ثلاثة، إن هي وجود شمولية في ده. كما تهدف المبادرة التي تم إطلاقها بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية وعدد من المؤسسات العالمية، ذلك لجذب الشركات العاملة في التصدي للتغيرات المناخية من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة وغير تقليدية للحد من التلوث البيئي والتصدي لتلك الظاهرة. فكر الابتكاري والأداء الخلاق وريادة الأعمال أصبح ركن أساسي في كل القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات، ومن ثم تتضافر كل الجهود لكي تخلق مناخا يدعو إلى الابتكار وإلى ريادة الأعمال لمواجهة هذه التحديات. كل هذه العناصر تتضافر جهودها لكي تبتكر حلولا فعالة في هذه القضية بالغة الأهمية. We are thrilled. The United States is thrilled to be. الولايات المتحدة الأمريكية يحدوها الاهتمام بدعم هذه المبادرة لدعم الشركات الناشئة وهذه المبادرة العالمية. هذا الدعم يأتي كجزء من الدعم الاقتصادي الذي لطالما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 40 عاما مضت. فقط خلال العشر سنوات الأخيرة قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ما يقرب من 10,000 شركة ناشئة مصرية بإجمالي 30 مليار دولار أمريكي. حرص الدولة المصرية على إيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تلك المسابقة العالمية واحدة من الخطوات المهمة والفاعلة لمواجهة تلك الأزمة بشكل واقعي. محمد حلمي، التلفزيون المصري.